الشرط الرابع قال المصنف رحمه الله في حصة هذا اليوم، الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. فأما الطهارة في البدن فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالاستبراء من البول، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي لفظ عامة عذاب القبر من البول، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء اغسلي عنك الدم وصل، يعني الدم الحي، وغيره من النجاسات مثله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء في موضع الخارج من الغائط والبول، فذلك يدل على وجود الطهارة من النجاسة في البدن. أما في الثوب فلقول الله جل وعز للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ومثل الثوب النعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فطهرهما التراب، وأمر كما سوف يأتي أمر من أراد أن يصلي في عليه أن يمسحهما أو ينظر فيهما، فإن ولد أذى أو قال قدر فليمسحهما وليصلي فيهما. فالطهارة في الثوب والنعل واجبة، وكذلك موضع الصلاة يعني الأرض أو البقعة أو نحوها. والأولى أن يعبر فيما يتعلق بموضع الصلاة بإباحة البقعة، بإباحة البقعة يشمل ذلك طهارتها وإباحتها أيضا بحيث لا تكون نجسة أو مغصوبة أو محرمة على ما هو معروف، فإن الإباحة أعم من الطهارة. فهذا هو الشرط الرابع في الصلاة. قال إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، فالنجاسة اليسيرة يعفى عنها مطلقا، وذلك لمشقة التحرز منها على ما سبق في باب المياه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في نفس الإنسان، ما لا يكون فاحشا في نفسه، وهذا هو الذي استقر عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الدم اليسير. ومن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في بدنه من حكة أو قيح فقيح أو بذرة أو نحوها، فعفى الشارع عن ذلك كله لمشقة التحرز منه، ولأن في مراعاة ذلك فتحا لباب الوسواس على الإنسان، فتسامح الشارع في ذلك كله كيسير الدم ونحوه. المسألة الثالثة قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. إذن هذا دليل على أن الجاهل والناس إذا صلى وعليه نجاسة سواء في بدنه أو في ثيابه أو في بقعته أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهذا مذهب الجمهور، وهو القول الصحيح المختار كما قال الإمام النووي، وهو الأصح والأقوى دليل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدر، فإذا صلى أحدكم فينا عليه فلينظر، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الأئمة وإسناده صحيح، وهو دليل على أن من صلى وعلى بدن نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ونسيها أن صلاته صحيحة. وذلك أيضا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، خلافا لقول في مذهب الشافعي وأحمد أن عليه الإعادة. المسألة الرابعة قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صحة،
يزيلها فذلك واجبه لأنه مقدور عليه، فيجب عليه أن يزيل النجاسة إن كان في صلاة. أما البناء على الصلاة فلأنما مضى على الصلاة صحيح، والدليل على أنه يزيلها ويبني على الصلاة حديث أبي سعيد السابق الذي رواه أبو داود وهو صحيح، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزال النجاسة التي كانت موجودة في نعله حيث خلع نعليه وبنى على صلاته فلم يستأنفها من جديد، وهكذا لو كانت النجاسة في غير نعله، إلا إن كانت النجاسة في شيء لا يزول إلا باكتشاف عورته فإنه حينئذ مضطر إلى أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. المسألة الخامسة، قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. الأرض كلها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يطهرن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي، فسمى الأرض مسجدا وسماها طهورا، أي أنه يجوز للإنسان أن يصلي فيها ويجوز له أن يتيمم فيها عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله أو العجز عن استعماله. ومثل ذلك أيضا ما في الحديث الآخر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، فعنده مسجده وطهور. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان من قبلنا إنما يصلون في كنائسهم، وقال في لفظ وكان النبي من قبل لا يصلي حتى يبلغ محرابه، فدل على أن الله تعالى خص هذه الأمة بأن كل مكان يصح أن يصلوا فيه إذا كان طاهرا مستويا بالشروط، ولا يشترط أن تكون الصلاة في المسجد خاصة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، تصح الصلاة فيها. المسألة السادسة، قال إلا المقبرة والحمام والحش إلى آخره. فأما المقبرة فلا تصح الصلاة فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو مرثد الغنوي وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، أي لا تقعدوا عليه، وقيل لا تقضوا عليها الحاجة. وأما قول لا تصلوا إلى القبور فذلك دليل على تحريم الصلاة على القبر أو الصلاة إليه، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين كانوا يصلون على الجنائز في المقام. والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة عند جمهور الفقهاء هي النجاسة، لأن أرض المقبرة تتلوث بدم الأموات وقيحهم وصديدهم ودمائهم وغير ذلك. وأما العلة الثانية فذلك خشية أن يقضي ويؤدي إلى تعظيم الأموات وإلى استقبال القبور بالصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه أنه كان في مرضه الذي مات فيه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذا قد تكون العلة لئلا يقضي ذلك إلى تعظيم المقبورين والصلاة إلى القبور وقصدها بالعبادة، خاصة وأن النجاسة ليست ظاهرة في المقام، بل قد يكون القبر حديثا وقد تكون الأرض الظاهرة طاهرة ليس فيها دم ولا قيح ولا صديد ولا غيره. الأمر الثاني الحمام، والحمام يظن بعض الناس أنه هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهذا معنى عرفي حال، وإنما المقصود بالحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، مشتق من الحميم وهو الماء الحار، يطلق الحميم على الماء الحار كما يطلق على الماء البارد، فهو من ألفاظ الأقدام. قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فالحمام هو المكان المخصص للاغتسال لا لقضاء الحاجة، لا لقضاء الحاجة. وقد جاء
في حديث رواه الترمذي وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. وهذا الحديث يصلح دليلا لما سبق للمقبره والحمام. وقد قال جماعه من اهل العلم فيها اضطراب، واشار الى ذلك الترمذي وصححه الجمهور، صححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وابن حزم وابن دقيق العيد، بل اشار البخاري الى تصحيحه، وكذلك قواه الامام ابن تيميه، وللحديث شواهد كثيره. اذا الحديث قوي والاضطراب يمكن فيه الترجيح، وهو دليل على انه لا يجوز الصلاه في المقبره ولا في الحمام، وذلك قيل فيما يتعلق بالحمام للنجاسه، وهذا ليس بالصواب، فان الحمام لا يلزم ان يكون نجسا، وقيل لانه ماوى الشياطين كما قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: انه بيت الشيطان. الثالث قال: والحش، والحش بضم الحاء والشين المشدده، وهو مكان قضاء الحاجة، وهو مكان قضاء الحاجة. وإذا كان النهي عن الحمام والمقبرة فإن الحش من باب أولى، لأنه مكان الشياطين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي مضى معنا: إن هذه الحشوش محتضرة، والحش مظنة النجاسة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أو معاطن الإبل فإن الصلاة عن الحش من باب أولى، فالصلاة في الحش محرمة غير جائزة، وتختلف هذه الأشياء. فأما المقبرة فإن جمهور الفقهاء على كراهية ذلك، وذهب الإمام أحمد إلى تحريمه. وأما الحمام فالجمهور على الكراهية أيضا، وهو الراجح أن ذلك مكروه في الحمام إلا إن علم فيه نجاسة. أما الحش فالظاهر أن ذلك محرم لما سبق. قال: وأعطان الإبل، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. قال: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. والحديث رواه مسلم وله شواهد عن جماعة من الصحابة، وهو دليل على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة بخلاف معاطن الإبل، قيل لنجاستها، وهذا ليس بصواب لما سبق تقريره أن أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه لا تعد نجسة، وإنما الصواب أن النهي عنها لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها خلقت من الشياطين، وإن على ذروة كل بعير منها شيطان، فأماكنها ومعاطنها محال اجتماع الشياطين. وقيل لأن ذلك يقضي إلى قلة الخشوع وفقدان إقبال القلب في الصلاة، لما يكون في الإبل من الحركة والإقبال والإدبار وغير ذلك مما يخافه المصلي على نفسه، فلا يستجمع قلبه في الصلاة. قال: وقارعة الطريق. وقارعة الطريق أي وسط الطريق الذي يطرقه الناس بأقدامهم في الذهاب والإياب. وإنما نهى عن قارعة الطريق والصلاة فيها لأسباب: أولا أن ذلك يمنع الناس من الانتفاع بها والذهاب والإياب حيث يحترمونها بسبب هذا المصلي. الثاني أنه قد يترتب عليه قطع صلاة المصلي بمرور الناس بين يديه. الثالث فقدان الخشوع أو قلته لنظر المصلي في الذاهبين والآيبين، ولذلك نهي عن الصلاة في قارعة الطريق. وقد نهي عن الصلاة أيضا في أشياء أخرى غير ذلك، فمما نهي عن الصلاة فيه الصلاة في الكعبة، الصلاة في الكعبة فوق ظهر بيت الله تعالى، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف جدا، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يجوز صلاة النافلة في الكعبة بخلاف الفريضة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره الإمام ابن تيمية في كتابه الاختيارات. والصواب أن ذلك جائز في الفرض والنفل لعدم الدليل عليه. أما قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام،
فإنه يمكن حتى في داخل الكعبة، فإن المصلي يستقبل جزءا شاخصا من الكعبة حتى لو كان في داخلها، فالصواب أنه يجوز الفرض والنفل في داخل الكعبة. ومما نهي عن الصلاة فيه أيضا الصلاة في المجزرة لحديث ابن عمر وهو ضعيف جدا كما سبق، وأيضا الصلاة في المزبلة، ويقال في المزبلة ما يقال فيما سبق إن كان في المزبلة تلويث أو قاذورات أو رائحة كريهة أو ما أشبه، فالصلاة فيها مكروهة. الشرط الخامس استقبال القبلة، وذلك لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فإنه أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، وبيان لأن ذلك واجب وهو شرط لصحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فكما سبق، وأما السنة فلأن ذلك مستفيض بل متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، فكان يستقبل الصلاة بقبلته، وعلم المسيء صلاته أن يستقبل القبلة، وقد جاء أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس كما في حديث البراء المتفق عليه، وصلوا 16 شهرا ثم أمروا أن يستقبلوا الكعبة، وكذلك في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة ثم خرج فاستقبل الكعبة وقال هذه هي القبلة، هذه هي القبلة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب استقبال القبلة في الصلاة كما ذكر ذلك عن الإجماع ابن رشد والقرطبي والنووي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. إذن استقبال القبلة في الصلاة شرط بإجماع أهل العلم. قال في المسألة الثامنة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. أما قوله في النافلة على الراحلة فلما روى عامر ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به ولا يصلي عليها المكتوبة، كان يصلي على راحلته حيث توجهت به ولا يصلي عليها المكتوبة، فذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليها النافلة فحسب، أما المكتوبة وهي الفريضة فإنه إذا جاءت الفريضة نزل وصلى مستقبل القبلة. وأما قوله على الراحلة فلقول عامر بن ربيعة على راحلته، على راحلته. وأما قوله للمسافر فإن ذلك هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي على الراحلة إلا في السفر، وتلك رخصة لا يتجاوز بها الموضع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة والله تعالى أعلم في ذلك هي التخفيف على الناس ليتمكن المسافر من التطوع على راحلته، ويتمكن المتعبد من السفر لحاجته، ليتمكن المسافر من التطوع ويتمكن المتطوع أو المتعبد من السفر. وينبغي أن يعلم أن جمهور أهل العلم يرون أنه يستحب المتنفل أن يستقبل القبلة في التكبير، يستحب له أن يستقبل القبلة في التكبير يعني للنافلة، ولا يجب عليه ذلك خلافا للرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض السلف إلى جواز صلاة النافلة حتى في الحضر على راحلته، حكي ذلك عن أنس بن مالك رحمه الله وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية، وهو مذهب أهل الظاهر، وقد كان أبو سعيد الإصطخري يتنفل على راحلته وكان قائما على بعض أعمال الحراسة في بغداد، فكان يتجول في شوارعها ويصلي على راحلته. ذهب هؤلاء خلافا لجماهير السلف والخلف، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتنفل على راحلته، واشترط بعضهم أن يكون مستقبل القبلة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن ذلك خاص بحال المسافر، لأنها رخصة لم ترد إلا في حال السفر.
فتبين أنه لا بد من استقبال القبلة إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون ذلك في النافلة، وأن يكون على الراحلة، وأن يكون للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه. المسألة التاسعة: قال: والعاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. أما قوله لخوف فلقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية، وكما في قوله في الآية التي بعدها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن من المعلوم أن الخائف لا يمكنه استقبال القبلة دائما، بل قد يضطر إلى الكر والفر والإقبال والإدبار، وقد يكون العدو في غير جهة القبلة فيضطر إلى أن يستدبر القبلة أو يجعلها عن يمينه أو شمال. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قائمين رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. صلوا قائمين رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فذلك في حال الخوف. أما قوله رحمه الله أو غيره، مثل ماذا قوله أو غيره؟ غير الخوف مثل ماذا؟ نعم، هذا الذي يجهل القبلة، وسوف يأتي ما يتعلق بالجهل. وأيضا غير الجهل المريض الذي يكون إلى غير القبلة ولا يمكنه استقبالها، فإنه يسعه أن يصلي حيث كان، بقوله جل وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء الخائف والمريض والعاجز ونحوهم يصلي أحدهم كيفما أمكنه ولا إعادة عليه، لأن القاعدة السابقة أن من صلى بحسب طاقته ووسعه فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، لا في الوقت ولا بعد الوقت. قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. المسألة العاشرة: قال: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. إن كان قريبا من الكعبة يعني حاضرا لها بحيث يراها أو يتمكن من استقبال عينها ببدنه، فلا يسعه إلا أن يستقبل عين الكعبة وذاك البناء، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه هي القبلة، كما في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه ومضى أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام من الكعبة استقبلها وقال: هذه هي القبلة. فإذا استطاع أن يستقبلها وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وإن لم يستطع بأن كان بعيدا فإلى جهتها، لقوله تعالى: شطر المسجد الحرام، فإن الشطر الجهة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري وهو حديث صحيح. قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، قيل المعنى أن الأرض كلها مسجد، ما بين المشرق والمغرب يعني أن الأرض كلها مسجد، والصواب أن المعنى ما بين الجهة إلى الجهة الأخرى قبلة، ويكون ذلك في حال أهل المدينة ومن كان على شاكلتها. أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لهم قبلة، لأن قبلتهم هي جهة الجنوب، فهذا هو المعنى، أي أن القبلة تكون ما بين الجهتين. فأما إذا كان بحضرة البيت فالإجماع قائم على أنه يستقبل عين الكعبة. أما إذا كان بعيدا عنها ففي المسألة قولان: الأول وهو مذهب الجمهور أنه يكفيه استقبال الجهة للآية وللحديث وللمشقة في ذلك، فإنه يشق على البعيد أن يستقبل عين الكعبة وذاتها. وأيضا فإن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تفرقوا في الأمصار وبنيت المساجد والمحاريب، وكانوا يصلون إلى الكعبة، وتكون الصفوف طويلة جدا أحيانا خاصة في العيدين والجمع وغيرها، بحيث يعلم أن هذا الصف الطويل لا يمكن أن يكون مسامتا للكعبة كله، ولو كان بعضه كذلك لم يكن كله كذلك، ولو أن كل مصلي في هذا الصف الطويل امتد خط منه إلى الكعبة لما كان عليها تماما، وهذا أمر
معلوم مجزوم به مقطوع، وقد بنيت المساجد في الأمصار على ذلك، فدل هذا على أنه لا يلزم استقبال عين الكعبة، بل يكفي أن يصيب جهتها. أما القول الثاني وهو قول الشافعية فهو أنه لا بد من إصابة عين الكعبة حتى بالنسبة للبعيد، حتى بالنسبة للبعيد، للأدلة السابقة. وقد وجدت في كلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن الخلاف في هذه المسألة لفظ، لأنه حتى الذين يشترطون إصابة عين الكعبة يقولون إن ذلك بحسب الوسع والإمكان، وهذا أمر معلوم، والبعيد جدا لا يمكنه إصابة عين الكعبة، وإنما يجب عليه أن يتحرى بحسب طاقته، ولا حرج عليه، ولا ينبغي أن نقضي ذلك إلى المشقة. المسألة الحادية عشرة، فإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وذلك لأنه في البلد، والمقصود في بلاد الإسلام، وهذه البلاد فيها مساجد ومحاريب، وبإمكانه أن يسأل الناس عن القبلة، ولو أنه صلى إلى غير القبلة لكان الظاهر من حاله أنه مفرط في ذلك، والمفرط عليه الإعادة. وينبغي أن يقال لو كان في الحضر في بلاد كفار لا محاريب فيها ولا مسلمون ولا يستطيع أن يسأل، فإنه يصلي بحسب وسعه واجتهاده كما لو كان في السفر، ولا إعادة عليه لأنه لا تفريط في هذه الحالة. المسألة الثانية عشرة، وإن خفيت في السفر يعني القبلة اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، إن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الجماهير، بما في ذلك الأئمة الأربعة المتبوعون مالك وأبو حنيفة وأحمد، بل والشافعي في أحد قولين. ومن الدليل على صحة ذلك أنه يصلي باجتهاده ولا إعادة عليه ما جاء في قصة تحويل القبلة، ما جاء في قصة تحويل القبلة كما في المتفق عن البراء أنهم كانوا يصلون إلى القبلة، فنزل قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهة الكعبة، فذهب رجل فوجد قوما يصلون، فقال أشهد لصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فحولوا وجوههم من بيت المقدس إلى الكعبة. فإن من المعلوم قطعا ويقينا في ذلك الوقت أن هناك من صلى إلى بيت المقدس بعدما حولت القبلة، لأنه لم يبلغه الخبر بذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا منهم بالإعادة. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف أنهم كانوا في سفر فصلوا، ثم تبين أنهم كانوا إلى غير القبلة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة. ومما يدل على ذلك عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالثة عشرة، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، وذلك لأن كل واحد منهما اجتهد وسعه فهو متعبد بحسب اجتهاده، ولا يحل له أن يقلد غيره وهو قادر على الاجتهاد، كما هو الحال بالنسبة للأحكام والعبادات، فإن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر، بل يجب عليه أن يعمل بحسب ما أفضى إليه اجتهاده. وأما بالنسبة للأعمى والعامي أي العاجز عن الاجتهاد والذي فرضه التقليد، سواء كان ذلك في العبادة أو في القبلة، فإنه يتبع أوثقهما في نفسه. فأما ما يتعلق بالعبادة فيتبع أعلمهما وأفقههما في الدين وأكثرهما معرفة بالحلال والحرام والأحكام، وأما ما يتعلق بالقبلة فإنه يتبع أعرفهما بالأوقات والجهاد والطرق وغير ذلك مما يتعلق به معرفة القبلة. وربما كان الإنسان عالما بالأحكام جاهلا بالجهات والطرق والنجوم وغيرها، وربما كان عالما بالطرق والنجوم وغيرها جاهلا بالأحكام. المسألة الرابعة، قال المصنف الشرط السادس النية للصلاة بعينها، أي إن كانت الصلاة معينة، كما إذا كانت صلاة مفروضة ظهرا أو عصرا أو غير ذلك، أو كانت نافلة محددة كأن ينوي راتبة أو وترا
أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بد من النية لذلك. أما إن كانت صلاة مطلقة غير محددة فإنه ينويها صلاة مطلقة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، يعني إذا لم يفسخ النية ولم ينوي رفضها أو يتركها. ويكفي في النية أن ينوي أنه سوف يصلي ويستقبل القبلة، فإنه من المعلوم أن الإنسان ما استقبل القبلة وفرغ نفسه إلا بنية الصلاة، ولذلك لا داعي لأن يفرط الإنسان في ذلك أو يبالغ في استحضار النية بما يدعو إلى الوسوسة، فإن كثيرا من الناس يستقبل القبلة ثم يريد أن يكبر فيطرأ عليه الشك، ربما رفضت النية، أو يفكر كيف أستحضر النية، ويأتيه الشيطان من هذا الباب، مع العلم أن النية تقع في القلب ضرورة، حتى لو أن الإنسان طولب بدفعها لم يكن قادرا على دفع النية وهو على هذه الحال، فلا ينبغي أن يفرط الإنسان في ذلك ولا أن تدخل عليه الوساوس. أما ما يذكره الفقهاء من الأقوال في هذا فهو من التفريعات والتفصيلات التي لا دليل عليها ولا حجة، بل يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى صلاة واستقبل القبلة وفرغ نفسه لهذا دل على أنه أقبل عليها ونواها، فيرفع يديه ويكبر دون حاجة إلى مزيد من استحضار النية في ذلك. هل يجوز الذي يقود السيارة في سفر صلاة النافلة؟ إن كان راكبا جاز له ذلك لما سبق أنه يجوز للمسافر أن يصلي النافلة، ويستحب أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ولا يجب ذلك. أما إن كان هو قائد السيارة فإنه يخشى إن انهمك في صلاته أن ينشغل بها عن قيادة السيارة، وربما أدى ذلك إلى حادث وكان في ذلك تفريطا في نفسه أو في غيره. ما حكم صلاة نافلة أو فريضة فوق ظهر بيت الله الحرام حيث لم يذكره المصنف؟ قد ذكرت هذا وقد جاء في حديث ابن عمر وهو ضعيف جدا وفوق ظهر بيت الله تعالى ولا حجة فيه، والصواب جواز ذلك، الصواب جواز ذلك في الكعبة وفوق ظهرها، وجواز الفريضة كما سبق إذا كان يستقبل شاخصا منها. إذا كنا أربعة أشخاص وكلنا لنا حق الاجتهاد في معرفة القبلة فأصبح رأينا على أربع جهات، فإلى أيها نتوجه؟ يصلي كل إنسان إلى الجهة التي أداها إليه اجتهاده ولا يتبع أحدهم الآخر. في مكة إلى أين يكون النظر؟ إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ الظاهر أنه ينظر إلى موضع سجوده لعموم الأحاديث والنصوص في ذلك، إلا أن يكون نظره إلى الكعبة لقصد التأكد من إصابة القبلة. أرجو بيان صفة الصلاة على الراحلة. يصلي على الراحلة بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. كنت في مكة بحضرة أقاربي فصليت إلى جهة تيقنت أنها القبلة، فبعد فترة تبين أن الجهة التي صليت لغير القبلة، فهل علي إعادة؟ نعم، إذا صلى في البلد كما سبق لغير القبلة فعليه الإعادة. ما حكم الصلاة إذا كانت السراويل قصيرة والثوب شفافا أو شبه شفاف؟ أما إن كان الثوب شفافا بحيث يبين من ورائه لون الجلد أبيض أو غير ذلك فهذا عليه الإعادة إذا كانت السراويل لا تستر الموضع الواجب ستره. أما إن كانت ساترة للموضع فلا إعادة عليه. إذا وقعت نجاسة على الثوب ولم يستطع تحديد مكان النجاسة يجب أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة كما سبق. قوم مجتمعون لتناول الغداء في صلاة الظهر صلوا في البيت جماعة والمسجد بجوارهم، أذن فيه المؤذن وصلى جماعة وصلى في جماعة أخرى، فهل صلاة الذين في البيت صحيح وهل يأثمون؟ أما أنها صحيحة فنعم صلاتهم صحيحة، لأن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وأيضا الصلاة في المسجد ليست شرطا. وأما أنهم آثمون فلا شك أنهم مفرطون بأجر عظيم في تركهم صلاة الجماعة وعدم إجابتهم النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول: نبه الإخوان إلى خروج شريط للشيخ محمد المنجد بعنوان طالب العلم والحفظ، وهو جيد في بابه ويعين على الحفظ. هل يجوز تحويل النية عن فريضة إلى نافلة أو من نافلة إلى أخرى وهو يصلي؟
هذا سؤال جيد. يجوز تحويل النية من فريضة إلى نافلة لأن ذلك انتقال من الأعلى إلى الأدنى، ويجوز أيضا تحويل النية من نافلة محددة إلى نافلة مطلقة، فيحولها مثلا من وتر إلى نافلة مطلقة. أما تحويلها من نفل إلى فرض فإن ذلك لا يجوز، لأنه يكون فرغ جزء من الصلاة من نية الفريضة فلا يجزئ ذلك بحال. وأما تحويل الصلاة من فريضة إلى أخرى لو نواها الظهر ثم حولها إلى عصر فإنها حينئذ لا تصح فرضا عصرا ولا ظهرا، بل تتحول إلى نافلة، وعليه أن يستأنف الصلاة صلاة الفريضة من جديد. ما حكم ما أصاب البدن من رشاش البول؟ هل يكون من اليسير الذي يعفى عنه؟ إن كان يسيرا لم يتيقن به بل يغلب على ظن أنه أصابه وهو شيء يسير فلا حرج في ذلك، لأن هذا من اليسير المعفو، ولأن تتبع ذلك والتفكير فيه والشك فيه من باب الوسواس. أما إن جزم فيه ولم يكن مشقة في إزالته فينبغي أن يزيله. إذا كان في سفر في قطار أو نحوه حضرت الفريضة هل أصلي؟ إن كان لا يمكنني استقبال القبلة وقد يفوتني الوقت إذا لم أصلي. إذا كان يستطيع استقبال القبلة وجب عليه استقبالها وصلى. أما إن كان لا يستطيع استقبال القبلة فإنه يصلي بحسب إمكانه كما لو كان في طائرة أو غيرها. شخص أراد أن يوتر بركعة واحدة فلم يتذكر إلا وبالركعة الثانية نقرأ الفاتحة، هل الأولى بحق إتمامها والثانية بثالثة أم الجلوس؟ عليه أن يأتي بركعة ثالثة ثم يسلم. نرجو إعادة الشرط السادس باختصار لأنه مهم يشكل علينا كثيرا. الشرط السادس هو النية، هو النية أي أن ينوي الصلاة المحددة إن كانت فريضة إن كانت ظهرا أو عصرا أو إن كانت نافلة محددة كالوتر مثلا أو راتبة معينة. أما إن كانت نافلة مطلقة فحينئذ ينوي الصلاة مطلقا، ويكفي في النية أن يستحضر ما أراد أصلا، وهذا هو الذي يقع ضرورة في قلبه إذا استقبل القبلة وفرغ نفسه لهذا العمل. هل يجوز الجمع بين نيتين أكثر من تحية المسجد وصلاة الضحى؟ تحية المسجد المقصود فيها أن لا يجلس في المسجد حتى يصلي، لحديث أبي قتادة المتفق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى فريضة أو نافلة قبل أن يجلس كفى ذلك عن تحية المسجد. هل يجوز الوتر بعد أذان الفجر قبل الإقامة؟ إذا لم يكن ذلك من عادته ولم يستيقظ إلا متأخرا جاز له أن يوتر بعد الأذان، جاز له أن يوتر بعد الأذان. فإن جاء وقت الصلاة فإن السنة في حقه أن لا يوتر بل يصلي ويقضي الوتر بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها مثنى مثنى. ذكر الشيخ لعله يقصدني نقلا عن شيخ الإسلام أن الخلافة بين الجمهور الشافعية بالنسبة للرجل الذي يكون بعيدا عن الكعبة، ولكن ثمرة الخلاف ظاهر لأن الشافعية يقولون إذا لم يصب الجهة عليه الإعادة خلافا للجمهور. أصلا كيف يعرف أنه أصاب الجهة أو لم يعرفها إذا كان ذلك بعيدا؟ إذا كان ذلك بعيدا رجل صلى في بلدي إلى غير القبلة أثناء زيارة أحد أصحابه ولكنه نبه بخطأ في الركعة الثانية فماذا يلزمه؟ إذا كان قريبا من القبلة في الجهة فإنه يستقبل القبلة ويعتدل إليها، أما إذا كان في اتجاه آخر فعليه أن يستأنف الصلاة. هل يراعى في السفر تحري أو النظر إلى الشمس أثناء صلاة العصر ليجعل الشمس يمين حاجبه؟ عليه أن يستدل على القبلة بكل وسيلة سواء بالشمس أو بالنجوم أو بغير ذلك. هل المريض في حالة إذا كان في حالة إغماء ثم أفاق هل يقضي الصلوات أم لا؟ إذا كان الإغماء يسيرا ساعة أو ساعتين أو وقت أو وقتين فالظاهر أنه يقضي، أما إن كان الإغماء طال فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا فاتني الوتر بالليل فمتى أقضي؟ إذا استيقظت قبل صلاة الفجر واستطعت أن تقضيه قبل الصلاة بهيئته قضيته، فإن فات فإنك تقضيه بعد طلوع الشمس مثنى مثنى كما سبق. هل الصلاة على شيء لا يعلم طهارته يقينا هل هو تفريط أم لا؟ لا ليس بتفريط، فإن الأصل هو الطهارة ولا ينبغي للإنسان أن يسأل، فإذا كان لا يعرف عن الشيء صلى واعتبر أنه طاهر، وينبغي أن يحذر أشد الحذر من كل أمر يفضي إلى الوسوسة في الصلاة والطهارة. كيف يرد المصلي السلام؟ يرد بالإشارة بيده كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يعرف الإنسان القبلة
فلماذا نقول يجب أن يصلي في أربعة اتجاهات؟ لأن ذلك هو اليقين. هذا في من المشقة الشيء العظيم، لأن الاتجاهات ليست أربعة بل قد تكون أكثر من ذلك، وإنما يجب عليه أن يصلي صلاة واحدة بحسب اجتهاده. هل يعتبر ستر الرأس من شروط الصلاة؟ لا، ليس من شروطها ولا من واجباتها، بل ولا دليل على استحبابها. ما هو الدليل على أن طلوع الشمس يكون بظهور جزء من قرصها؟ هذا هو طلوعها. أما إن كان يسأل عن وقت النهي فإنما يكون بارتفاع قدر الروح. هل يجب الأذان والإقامة للمنفرد؟ أما الإقامة فنعم، وأما الأذان فإن كان سمع أذانا فلا أذان عليه. فرد وحديث كثيرة في العدة لا نعرف درجتها، فحبذ لو تعرضتم لها ولو سردنا. الظاهر أنني أبين ذلك حسب ما سبق. إذا دخلت المسجد وكان الإمام في حالة الركوع فدخلت معه في الصلاة، وعندما كبرت للركوع رفع قبل أن أقول سبحان ربي العظيم، فهل أكون أدركت الركعة؟ إذا كنت ركعت معه فإنك تقول بعده سبحان ربي العظيم وصلاتك صحيحة. من كان في حضرة الكعبة هل ينظر إليها؟ سبق. رجل قام لأداء الركعة الأخيرة من الوتر وبعد الانتهاء من السجود قام حتى اعتدل واقفا، فهل يرجع ويجلس التشهد ويسجد سجود السهو ويتم صلاته ويوتر بعد ذلك بركعة أخرى؟ الظاهر أنه يجوز له أن يرجع ويسجد للسهو ولو صلى ركعتين ثم سلم بعد ذلك وسجد للسهو فلا بأس بذلك. ما حكم الصلاة في بعض المساجد التي يتيقن بعض العارفين أنها غير مستقبلة القبلة؟ غالب هذه المساجد يكون انحراف عن القبلة يسيرا، فإن كان يسيرا فلا حرج، لحديث ما بين المشرق والمغربي قبلة. وأما إن كان الانحراف شديدا جدا بحيث يكون مخالفا لاتجاه القبلة وبعيدا عنه فإنه لا يجوز الصلاة حينئذ إلا مستقبلة القبلة. أيهم يحصل على أجر الجماعة؟ رجل حضر مع الإمام قبل السلام بقليل، أو مجموعة من الرجال دخلوا المسجد بعدما سلم الإمام وصلوا جماعة، كلهم إن شاء الله على خير. وقد جاء حديث في هذا وهذا. أما الأول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما الثاني فللحديث في أنه من جاء فوجد الناس قد صلوا فصلها في المسجد فله أجر الجماعة، والأمر في ذلك من ساعة فضل الله جل وعز. وعلى الإنسان مع ذلك ألا يفرط في الصلاة بل أن يبادر إليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هل الحجر من الكعبة؟ وإذا كان من الكعبة فهل يتوجه إليه المصلي؟ نعم، الحجر وهو المحجر المبني إلى جهة الشمال من الكعبة هو من الكعبة كله أو جله، ولهذا يجوز للمصلي أن يستقبله، ومن صلى فيه كأنما صلى في الكعبة. وقد جاء في ذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.